دي كنيسة لا ساجرادا فاميليا، كنيسة عظيمة بالنسبة للإخوان المسيحيين. الكنيسة دي من القرن مش لابدة، شكلها حلو بصراحة، يعني يسلم ايد يسلم ايد المقاول اللي شايل، ولسه ما كملتش لحد دلوقتي، بقى لها قرن شوية لسه ما كملتش. ده لو في مصر كان زمانهم عملوا منها أربعة. دي الجهة التانية يا جماعة من ساجرادا دي فاميليا، الكنيسة الشهيرة اللي ما كملتش، بقى لها قرن وشوية ولسه جايين فاكرين يكملوها. طبعا مكان مشهور جدا عند برجر كينج، طبعا هم جايبين الكنيسة جنب برجر كينج عشان خاطر تخش لها ناس وزيادة. طبعا الدخول فيها ب 33 يورو، تخش فيها ربع ساعة يعني تقريبا كده، أكتر من عقد ميسي برشلونة.